صراحة إن شاء الله كامل تكونوا بخير. نسلم عليكم وحدة بوحدة بلا ما ننسى حتى وحدة. هذه غيبة، طولتوا عليا، عندكم بزاف ما بنتوش، والعكس صحيح. المهم اليوم حندير لكم المقلة إينوكس، ثمن معقول يعني وجودة عالية. أنا عندي بزاف ملي شريتها، قولي واحد 5 شهور هكداك وهي عندي. سي بوغ سا جيت نقول لكم عليها، سينو ما نقدرش نمد لكم رأيي غير نشري الحاجة. أوكي داكو. بون، كاين هاد المقلة صغيرة فيهم كامل هادي، وكاين هادي الكبيرة كامل، هادي 16 سنتيمتر، وهادية دوك نقول لكم شحالة. هاديك الكبيرة كامل 24 سنتيمتر، وهادي 16. هادي شحال دير؟ دير في السيت تاعهم دير 170، وهادي في السيت تاعهم دير 280، بصح انا شريتها 290. الحانوت زايد لها 10000، زايد كلش 10000، بصح ابخي الكورونا وكامل، وزايد 40 في الحاجة. اوكي يعني زادوا هكداك واحد 40 في المقلة زايد، وليو 10000. دونك هادو هما. اسكو مليحة ماشي مليحة؟ انا عجبتني بزاف هايلة. شوفوا تقيلة بالبزاف، هاد اللقطة ماشي ديالها، هاد اللقطة تاع واحد الطنجرة. انا برك درته لكم يعني بوغ افوار اون ايدي كو تقدروا ديروا لها غطا هكدايا. بون انا شريت هادية على جال مشوشة، شوفوا صغيرة تجي زوج حبات بيض، تخي تخي بيان، ترفت حتى نورمال ربع حبات بيضة، ثلاثة هكداك ربعة كيكونوا صغار، مي انا ندير زوج برك. تجي هايلة فيها المشوشة. هادي سيت فيها لي كخاب، جاو ملاح ما لصقوش، مي بصح كوم عالية، كوم عالية كي نجي نحيهم جوغ خدمة كيما يقولو بزاف تجيني. هاديك السباتولا لي ترفدي بيها ما كاش كيفاش ترفد، باسكو غامقة كشغل، هادي هي عالية كشغل، سينو يجو ملاح. سيت فيها لي كخاب جاو ملاح هكدا. اسكو نقدر زعما نقلي فيها بيض؟ بيض نورمال نقلي فيها بيض عينين كما يقولوا ولادي، بيض عينين. ما تقدريش بلا زيت، لازم ديري زيت، هذه نقطه. ميم لي كخاب تدهني شويه بالزيت. هذه هي طيبي فيها باين، تقلي لحم، تكتشوكه، المهم درت فيها زيت بزاف، فيها حاجه تعجبوني بايزون. انا سباغيتي نديرو بالتكتشوكه، سيت فيها سباغيتي بالتكتشوكه بزاف هايل وبنين تقلك لاصوص كشغل. اوكي بون انا ندير شويه داك الماء تاع السباغيتي، سينو انا ملي داك السباغيتي نطيبو تاع في القدره نحط كلشي على جه ونطيبو، يعني ماشي نغليه وحده ومن بعد نحطو داخل لاصوص، نو نحط كلشي على جه. الوغ دونك انا عجبتني بزاف ثقيله، هذه هي لا مارك، فوالا هاي ليك لا مارك. بون كل واحد كيش ينطقها، هازفر ولا هازفهر ولا جو سي با، المهم كيما هي مكتوبه هنا. هذا اش مع الاولى، الورقه برك تقطعت، هايلك هايلك لا مارك، و هايلك 16 سنتيمتر هذه تاع صغيره كامله. دوكا تلقاوها واحد 240 هكذاك، باسكو هي كانت دير 180 قبل الكورونا، مي دوكا قلت لكم راه زايد كلش كلش، راه زايد فيه. المهم هاوليك السيت تاعهم. بون السيت تعيطوا لهم يعني بالك ماهمش يخدموا دوكا، باسكو انا عيطت لهم كنت حابه نشري قدره عليهم، مي قالوا لي ما نديروش لا ليفري، ماهمش يخدموا. دونك هذا هو الفيسبوك تاعهم، تلقاو كامل هايليك عندهم تاع 16 سنتيمتر 170، تاع 18 190، تاع 22 سنتيمتر 270، تاع 24 سنتيمتر 280، انا شريتها 290 هكذايا. دونك فوالا هذه هي. كاين اللي سقساوني على الكسرونه، الكسرونه انا ماشي نفسها، هي تبان كشغل نفس لا مارك، نو هذه او ام اس معروفه هاد لا مارك. بون لايب المقلوب هايلك ها هي، ما باش ولا تبان لكم او ام اس، هايله بزاف يا البنات. وشنو هنايا ما ديروهاش في هذه صغيره، نورمالمون صغيره كامل، لا لا متوسطه والله ما على بالي. المهم المهم هذه صغيره. بون كي راجل يتقلق يسخن الحليب ولا شوف يديروها، يديرها في الراس الكبير، دونك تحرقت شويه هنا. بون نحصل فيه بيان سور، مامي دانا اللي حرقتها نحصل فيه، ما كاشو دونك نحصلو فيه. هذه هي ميسينو هايله، ما تلصقش، نسخن فيها الحليب ما يلصقش. وشنو الاينوكس يا البنات؟ يحب النار ما تكونش قويه. مثلا مثلا انتيا كشغل الحراره ديالك من 1 ل 10، النار ديالك من 1 ل 10، انتي ماشي تروحي ديريها في 9 في 8 في نو، لازم الاينوكس من 5
للتحت، ما ديباسيش زعما رقم خمسة، فهمتي؟ لا موايان كما يقولوا، النار هادئة متوسطة ولا تحت المتوسط، اذا ما كنتيش مقلقة ديرها تحت المتوسط باش الحليب ديالك ما يتحرقش ولا الطياب تاعك ما يتحرقش. اوكي هذه هي، باسكو بزاف اللي قالوا لي نو الانوكس يلصق منا، الانوكس ما يحبش النار العاليه كيما الطين، كيما هو كيما الطين يحب، ما تتقلقيلوش. ثانيا اذا شفتوا باللي بيسك بزاف راكم تشتكوا، قالوا لي شرينا طنجره، هذيك طنجره الضغط ساب وتلصق، بزاف راهم يشتكوا من طنجره الساب اللي تلصق. انا ما على باليش بلاك بدات تخلع كونتر فاصون، انا ما عنديش، ما جامي شريت، ما عنديش اكسبيريونس معاها، مي انا شفت باللي اللي شراوها بكريمه ماشي يشتكوا، بصح اللي شراوها مؤخرا عامين الاخراني راهم يشتكوا منها، ربما لا كونتر فاصون يعني مقلده ما تكونش. سي بور سا قلت لكم شرو من لا ميزون، عطيتكم كاع لي زادريس في لي ولايه، روحوا رجعوا نخلي لكم في صندوق الوصف الفيديو اللي هضرت على طنجره الساب، كملوا الفيديو حتى الاخر، هي راهم في الدقائق الاخيره تلقاو مع الاخر دقيقه الاخيره تلقاو العناوين. اوكي هذه هي، ولا نخلي لكم لاباج دوك نشوف، اذا لقيت لاباج نعاود نشوفها ونخليها لكم، وكل وحده تشري من لاميزون. علاش تشري من لاميزون؟ باش اذا اون سي جامي خسرت، اون سي جامي ماشي مليحه، اون بليس تقدري ترجعيها، ولا تاني راهي مضمونه كشغل من لاميزون ماهيش حتكون كونتر فاصون ان شاء الله، يعني نتمنى ذلك. اوكي هذه نقطه ثانيه فوالا، يعني انايا نشوف بلي هدف بارابور للثمن ديالها بزاف هايله، انا عجبتني بيرسونيلمون، عجبتني باسكو انا كنت حابه ديجا نشري وحده طوب تاع 900 درهم، قلت معليش خليها تخلى شي وحده طوب وتكون فريمون جوده عاليه ما نخسرهاش، تشد لي 25 سنه كامل، مي كوم ما لقيتش، ما لقيتش باسكو لو كان لقيت نشريها ما نكذبش عليكم، مي كي ما لقيتش شريتها دوما وخرجوا صدقوا، يعني ان شاء الله يشدوا لي كما يقولوا. وهاد الماركه انا مانيش ندير لها بوبليسيتي باسكو تقولوا بلي درت عليها طنجره الضغط وزدت المقالي وكامل، راني ندير بوبليسيتي ما نعرفهم ما يعرفوني، انا هذه تجربتي، اون بليس ما حبيتش بتمتم نديرها، ماشي غير جبتها درتها، نو جربتها راني عندي شحال قبل الكورونا هذه شريتها. داكا هذه نقطه ثانيه، وباش ما تطيحوش يعني في حاجه مدرحه وتلصق لكم وينوكس عيان، لازم تكون ثقيله البنات هكذا، لازم تكون ثقيله، لازم القاعده نتاعها تكون عاليه. شوفوا هنا القاعده اوموان، شوفوا هذه قريب 1 سنتيمتر هكذاك، ما باش اكزاكتومون شحال مي عاليه نص سنتيمتر نورمال، والله ما باين شحال مي المهم ما باش راكم تشوفوا، بصح كامل القاعده راهي عاليه وتبان خشينه هكذا، وما كي ترفديها ثقيله ماشي خفيفه داكو هكذا، باش ما تطيحوش في حاجه تلصق لكم. لا ميم شوز هنا، هذه حتى كي نرفدها نحسها ثقيله، وهاد القاعده هي اللي تقلها، كش القاعده هي اللي تكون ثقيله وثاني تكون عاليه، نورمالمون هذه نص سنتيمتر. اوكي هذه باش ما تطيحوش في حاجه تلصق لكم، ورجعوا الفيديو تاع اجوبه فيما يخص اسئلتكم على الانوكس خليه لكم في صندوق الوصف الثاني باش تعرفوا كيفاش تشروا الانوكس المليح داكو. سينو اكي شريتي انت ساب ولقيتيها تلصق، سي شري لها هذوك اللي يحطوهم تحت الطين ما على باليش واسمهم، المهم اللي يحطوهم فوق النار، ومن بعد يحطوا عليها طنجره تاع الطين باش الطنجره تاع الطين ما تلصقش وما تترتقش من النار. سي شرو هذيك ما على باليش اسمها اكزاكتومون، شروها وحطوها من تحت بالك الانوكس تاعكم يولي ما يلصقش. اوكي حاجه واحده اخرى، هذا انا عندي شحال من شريت وريته لكم وسقسيتوني عليه اسكو نطيب عليه فوق النار، ما نكذبش عليكم انا ما نطيبش عليه فوق النار، يعني بالك يقعد زعما كيقعد نعاود نسخن، مي من الاول نطيب عليه ما نطيبش، علاش؟ باسكو خفت هنا يتحرق لي بروميييرمون، هذا حابط حتى لتحت النار تقدر تلحق له، هذه حاجه اولاتها كما يقولوا. ثانيتها ما ننصحكمش كاع تشروه هذا لو جوغ لي هكذا، علاش؟ باسكو كي تجي تسربي لا تيسيح كامل، شوفوا لازم تنحي هذا، لازم تنحيه، هذا مكتوب فيه اينوكس وماد ان تركي مكتوب 18 وكلش، صح ما نكذبش عليكم كي نجي نسربي يسيح لي، كرهتو راني حابه نشري ديجا واحد اخر باسكو فريمون كل ما نجي نسربي يسيح.
دونك سي بور سا ما ننصحكمش تشروه. اذا لقيتو هكذا لازم يكون عنده هذاك الفم ديالو هكذا شغل خرطوم كما تاع لي ليفون كما تاع الفيل هكذاك باش ما يسيحش. يعني ما ننصحكمش تشرو بهاد لا فورم هذا الشكل هذا ما تشروش. اوكي هذه هي ان شاء الله نكون فدتكم. يا لو كان بشويه نتلاقاو الخطره الجايه. اذا عندكم اسئله طرحوا الاسئله نجاوب عليكم في التعليقات. وشكرا والى اللقاء.